السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم وجمعة مباركة عليكم المشاهدين وما كنتم عم تتابعونا عبر شاشة سامراء الفضائية شاشة كل بيت. تحياتي لكم من برنامج زاد وملح وتحية الكادر على الإخراج الغالي مروان غالب وعلى الصوت المهندس يوسف سفيان وخلف الكاميرا علي غالب. تحياتنا لكم كل المحبة. رمضان كريم وجمعتكم مباركة إن شاء الله. اليوم مشاهدينا اخترنا طبقين لكم مكوناتهم متوفرة بكل بيت، طريقة عملهم سهلة رح تحبوهم وخفيفين على المعدة. اليوم اخترنا أول طبق، الطبق الرئيسي اللي هو كفتة الكوسة. أو الشباب عم يخبروني عم يقولوا لي هاي الأكلة نحنا هون عنا منقول اسمها شيخ المحشي، ما هيك أستاذ مروان؟ ايه هن بيسووها عم يقلي بالباذنجان، نحن بنسويها بالكوسة. انا قلت له هي نحن عنا اسمها كفتة الكوسة. هاي الكفتة رح نقدمها مع الرز بالشعيرية، رح نقدم جنبها سلطة الباستا او سلطة المعكرونة. سلطة المعكرونة مشاهدينا مكوناتها طيبة لذيذة ومتوفرة ايضا بكل مكان، ورح نحكي عن المكونات خطوة بخطوة وكيفية طريقة العمل. بالبداية خلينا نروح للمقادير. طبقنا لليوم كفتة الكوسة. كفتة الكوسة إذا كان عم يكون عندنا مقادير، عم يكون عندنا نص كيلو من الكوسة، عم يكون عندنا 250 جرام من لحم الخروف أو العجل حسب الرغبة، عم يكون عندنا ملعقة ملح وملعقة فلفل، نص ملعقة بابريكا، نص ملعقة بهارات مشكلة، أربع ملاعق زيت دوار الشمس وملعقة معجون الطماطم وكاسة ماء، ومنقدمها مع الرز بالشعيرية. إذا مشاهدينا كانت هي مقادير طبقنا لهذا اليوم، اليوم الثامن من رمضان الخير. إن شاء الله يا ربي بينعاد عليكم وأنتم بصحة وعافية. بدي نوه لشغلة، الناس اللي حكت معي على صفحتي الخاصة على الفيسبوك كل التحية لكم، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من المكونات اللي أعطيتكم إياها. مبارحة كتير فرحت، في أخت من الأخوات طلبت مني عجينة الزلابيا ومقادير عجينة الزلابيا، أعطيتها إياها وبعد نص ساعة بتفاجأ أنه تبعت لي الصورة، ما شاء الله طالعة كتير مرتبة. بدي أقول لك صحتين وعافية، شكرا لتواصلك معي. والناس اللي ما قدرت رد عليهم بدي أقول لهم بعتذر كتير منكم، بس والله مبارحة كتير كنت تعبان. اليوم إن شاء الله رح رد على كافة الرسائل الموجودة عندي بالمسنجر وأعطيكم الوصفات اللي أنتم طلبتوها. إذن رح نبدأ بطريقة عمل كفتة الكوسة. مشاهدينا بدي أذكركم ما تنسوا تخبرونا على الأرقام اللي عم تشوفوا على الشاشة قدامكم، وأيضا الأكاونت تبعيتي على الفيسبوك هلأ هو قدامكم على الشاشة. إن شاء الله رح أرد على رسائلكم بأسرع وقت ممكن، ولكن كمية الضغط على المسنجر وعلى الرسائل كتير كبيرة، بدكم تعذروني إذا تأخرت بالرد شوي. خلينا نروح إذن لطبقنا لليوم. رح أخذ كاسة بدي أعمل فيها اللحم، بدي أخلط فيها اللحم. أول شيء مشاهدينا خليني بدي أقطع البصل، عندي حبة بصل حأفرمها بشكل ناعم بهي الطريقة. رح نفرم البصلة، أو إذا بتحبي أنت تبرشيها بالمبرشة رح أقطعها من فوق بهذا الشكل، رح أقطعها أيضا كمان مرة تانية، ورح أقطعها مرة ثالثة. هيك رح تطلع معي البصلة ناعمة بشكل تمام.
إذن البصل كمان كتير أساسي بطبقنا لليوم. هاي كفتة الكوسة بتحب البصل مشاهدينا. رح نعم يلي مانع مو معي لأنه السكينة ما وانا واصل للأخير. بدي حاول إنه بس مية البصل ما تطلع. مية البصل مزعجة جدا. إذا بدك أنت ما بدك تفرميها بالسكينة مشاهدينا فينك تفرمي البصلة أيضا بالمبرشة يعني على البراشة. بتقدري تفرمي البصلة. رح أخذ كمية البصل هاي رح أخليها بالكاسة وبعدين رح أضيف عليها اللحمة. البصل مشاهدينا مثل ما ذكرت هو مكون أساسي بطبقنا اليوم كفتة الكوسة. طبق سهل ولذيذ وبيبيض الوش إن شاء الله. بدي أرجع أذكركم مشاهدينا ما تنسوا تشاركونا اتصالاتكم على الأرقام اللي عم تظهر على الشاشة قدامكم. هاي البصل صار عندي البصل الكمية كافية. رح اضيف عليها اللحمة. انا اللحمة اخترتها شوي فيها دهنة. إذن مشاهدينا رح اضيف البصل قطعناه وصار جاهز. عنا اتصال خلينا ناخذ الاتصال الاول. ام ايمن من الموصل. ام ايمن رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. جمعة مباركة يا ام ايمن. عاشت ايدك على هالطبخات. الله يخليكي ام ايمن. والله تعلمنا هواي اشياء من يمك. هذا شرف كتير كبير الي يا ام ايمن. اي والله عاشت ايدك على هالتتبيلات وهالمقبلات الحلوه. الله يخليك يا ام ايمن. انا بتشكرك كثير وهذا شرف كثير كبير الي وانا بكبر فيكم وبمحبتكم. شكرا شكرا بارك الله فيك. ان شاء الله رمضان كريم علينا وعلى جميع العراقيين. ينعاد عليك بالصحه والسلامه يا ام ايمن وان شاء الله جمعه مباركه عليكم. وهذا الوباء عن الامه الاسلاميه يا رب. امين. ام ايمن انت ومين انت ومين عم تتابعينا ام ايمن؟ والله انا وعائلتي انا والبنات قاعدين نشوفك يوميه نقعد حتى نشوف برنامجك. الله يخليك يا ام ايمن هذا شرف كثير كبير لي وايضا انا بكبر فيكم وبمحبتكم. الدجاج المشوي يعني تتبيلات الدجاج اللحم المشويه بالفرن. جربتي تسوي البهارات اللي اعطيتكم اياها تتبيلات الدجاج المشوي كيف طلعت؟ سويتها حيل حيل طلعت طيبه بس اريد الصلصات مثل المعجون ويا اللبن اكو يحطون راشه طحينيه اريد هيكي اشياء. من عيوني تنتين يا ام ايمن تكرم عيونك. تسلم عينك بارك الله فيك. الله يسلمك يا ام ايمن. ام ايمن تحياتي اول شيء لك ولكل فرد من افراد عائلتك عم يتابعني عبر شاشه سامراء الفضائيه. انا بكبر فيكم وبكبر محبتكم. بكبر فيكم وبكبر بمحبتكم يا ام ايمن. كبير انت كبير ان شاء الله. الله يخليك يا ام ايمن هذا شرف كثير لي. بارك الله فيك. الله يسلمك يا ام ايمن. شكرا لاتصالك ام ايمن. هلا اهلا وسهلا. شكرا لاتصالك. شكرا لمشاركتك معنا يا ام ايمن. شكرا لك ام ايمن وللعائله الكريمه. طبعا كل فرد باسمه وان شاء الله اقدر على طول اني افيدكم بالتتبيلات وبالصلصات وبالاكلات. نحن هلا ان شاء الله برمضان نحن عم نعمل الاكلات الشرقيه ان شاء الله. اذا استمر البرنامج بعد رمضان رح نعمل الاكلات الغربيه. رح نروح للمطبخ الايطالي للمطبخ الفرنسي للمطبخ الامريكي للمطبخ المكسيكي. رح نروح لجميع المطابخ نزورها ونعمل اكلات منها ان شاء الله. خليكم متابعينا اذا استمر البرنامج هذا ان شاء الله. بنشوف بعدين شو رح يصير معنا. اذا البصل عندنا جاهز رح اضيف فوقه اللحمه المفرومه. انا اخترت اللحمه مثل ما قلت لكم مشاهدينا مدهنه شوي.
بدي الدهن هيك يعني الكوسة بتحب الدهن، رح أضيف عليها رشة صغيرة من الملح. طبعا الملح مشاهدينا أنتوا حسب الرغبة. رح أضيف شوي من الفلفل الأسود كمان، أيضا الفلفل الأسود مثل ما ذكرت، مثل ما بقول دائما أن الفلفل الأسود هو مشاهدينا معزز نكهة. رح أضيف شوي من البهارات المشكلة كمان بتعطيني نكهة طيبة. رح أخلط هاي المكونات كلها مع بعضها وبعدين نحكي كيف طريقة تحضير الكوسة. احنا بدنا البهارات كلها تتنخلط مع اللحمة لحتى تعطينا نكهة كتير طيبة. مشاهدين أنا صارت اللحمة والبصل عندي صاروا جاهزين. عنا اتصال الأخ عبد الرحمن من الأنبار. عبد الرحمن رمضان كريم وجمعة مباركة. عبد الرحمن ألو. السلام عليكم. أول شيء قبل ما نحكي أي شيء نصي صوت التلفزيون لأسمعك بشكل منيح يا عبد الرحمن. الو طيب سمبوسه شو هو؟ سمبوسه السمبوسك؟ اي نعم سمبوسه. شو مقاديرها؟ تمام تكرم عينك عبد الرحمن. هلا احكي عن مقادير السمبوسك لعيونك. رحم الله والديك. تكرم عينك عبد الرحمن. مقادير السمبوسك هلا رح اذكر لك اياها. وانا عم بشتغل الطبق وكيف عم نحضر اليوم كفتة الكوسة. جربها هي الأكلة كمان كتير رح تحبها. هلأ أثناء العمل رح أحكي لك عن عجينة البسبوسة وعن مقادير السمبوسك عفوا والحشوة السمبوسك. أوكي شكرا لاتصالك عبد الرحمن يعطيك العافية. إذا مشاهدينا بدنا نحكي كيف طريقة تحضير الكوسة. أنا هون الكوسة مثل ما عم تشوفوا أو الشجر أنا محضرة. خلي الكاميرا تأخذ لكم إياها بشكل قريب. هاي نحن عاملين لها موديل من الخارج وكيف رح نقطعها بهذا الشكل. انا مسوي حبة كوسة واحدة مغسولة. اول شغلة رح اخذ قشارة البطاطا المحززة بهذا الشكل. مشاهدينا انا بدي اعمل الكوسة بهذا الشكل. هي كموديل يعني بتطلع حلوة، ما رح نقشرها كتير، ما رح نجور عليها. هذا الشكل بتعطيني مظهر حلو يعني بس لتطلع من الفرن. هاي المخرج عم يقول لي مين علمك هاي الشغلة تساويها؟ صراحة أمي اللي علمتني. طبعا هي أمي تطبخ من قبل ما أخلق أنا يعني، فأكيد هي اللي معلمتني. ايه طبعا انا اكلات امي لا يعلى عليها ترى. رح اخذ الكوسة رح اقطعها من البداية ورح اقطعها من النهاية. اذا في مجال مخرجنا بدنا الكاميرا ان شوي لحتى نشوف كيف طريقة تقطيع الكوسة بهذا الشكل. هاي الكوسة اول شيء مشاهدينا انا رح اقطعها، رح اخلي لكم اياها هيك على الكاميرا. حقطعها بالوسط وهذا الوسط حقطعه بشكل مائل بهذا الشكل المائل. رح تطلع عندي حبة الكوسة بهذا الشكل. صارت عندي
تمام. هي نحن هيك قطعناها، رح اخذ معلقه رح اقيم اللب من الداخل واحفرها. لازم بس يبقى عنا السفل من الاسفل، ما لازم نقرب عليه، لازم يبقى لحتى نحشي مع اللحمة ما تطلع من تحت بهذا الشكل. شيء كتير أموره بسيطة مشاهدينا، هي صارت قدامكم على الكاميرا. رح أعمل واحدة تانية كمان، هي التانية. بدنا ما كتير نجور على حباية الكوسة أو الشجر لحتى ما تنكسر معنا ويطلع شكلها أبدا مو حلو. بهذا الشكل مشاهدينا أنا بكون ساويت الشجر. إذا مشاهدينا هلأ رح أجيب طبق البايركس، جهز الحبات اللي أنا مساويهم ومجهزهم قبل الحلقة. مدام بشرى رمضان كريم، عاودي الاتصال مرة تانية مدام بشرى. إذا مشاهدينا بعد ما جهزت أنا البصل واللحمة والبهارات رح أخذ كل حبة رح أحشيها باللحم، رح أحشيها بهذا الشكل باللحم ورح أخليها بطبق البيركس. ما بتاكل معنا لحمة كتير وكتير نكهتها طيبة بس تطلع من الفرن. بدنا نحاول نحشيها منيح بشكل جيد لأنه رح تسيح اللحمة بالفرن. اخي رضوان رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. ينعاد عليك بالصحة والسلامة. الله يكرمك يا حزك، اخبارك وضعك؟ والله الحمد لله انا بخير طالما انتم بخير يا عزيزي. بس ريت طريقة البسبوسة يا حبايبي. البسبوسة او السمبوسة؟ لا البسبوسة. تمام حاضر. رحم الله والديك. والديك حبيبي، شكرا لاتصالك. مشاهدينا رح احكي عن طريقة عمل اول شيء عجينة السمبوسك مع حشوة السمبوسك. عجينة السمبوسك اول شيء انا بفضل انه العجينة تكون اللي هي عجينة العشر دقائق. عجينة العشر دقائق بتزبط معكم السمبوسك. عجينة السمبوسك مشاهدينا عنا كاستين من الطحين، عنا ايضا ملعقتين من السكر، ملعقة صغيرة من الحليب الباودر، عندنا أيضا ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية، عندنا كاسة إلا ربع مي، عندنا حبة بيض، وعندنا أيضا تقريبا 25 أو 30 جرام من الزبدة الدايبة. رح أعجن هاي المكونات كلها مع بعضها وأترك العجينة لمدة ربع ساعة أو 10 دقائق حتى ترتاح، وبعدين رح اغطي العجينة خليها ترتاح بشكل جيد، وبعدين رح ابدا اشتغل بالعجينة بالمكونات اللي حنحكي عليها. عجينة السمبوسك بدها حشوة لحمة مع بصل مع كزبرة خضراء او البقدونس ما بيطيبها لكن الكزبرة الخضراء هي بتطيبها كتير، مع التوم الفريش. رح نحط هاي المكونات كلها مع بعضها. اول شيء بدي يعني اللحمة يحطها على الغاز حتى تستوي، بعدين بدي أضيف عليها البصل، ضف لها شوية ملح شوية فلفل، وآخر شيء بضيف الكزبرة والثوم. بتطلع كتير لذيذة. وبعد ما نخلص عمل الحشوة رح أتركها تتصفي من الزيت والدهنة لأنه العجينة بتشقق أكيد إذا
ما صفيناها. عندي اخر قطعه ما راح يكون في عندنا وسعه. نحن عندنا صارت الشجر جاهز مثل ما عم تشوفوا. شكلها جدا شهي. هلا بحتاج انا ايضا مشاهدينا مثل ما ذكرت لمعجون الطماطم وكاسة مي انا ليكني محضرون هون، بس بتضيف عليهم شوي من الزيت. حاخذ المضرب حضيف شوي من الملح. وراح اضيف شوي من الفلفل الاسود. وراح اضيف شوي من البهارات المشكلة، ايضا نفس تتبيلة اللحم. عندنا الاخت ام علي من صلاح الدين. الو ام علي، رمضان كريم. الله اكرم. جمعة مباركة ان شاء الله. عليكم ان شاء الله. تفضلي ام علي، عم بسمعك. الله اكرم. تفضلي ام علي، شو سؤالك؟ علينا وعليكم. ممكن تشرح عن طريقة الباتن؟ طريقة شو؟ الباتن؟ الباستا. هلا رح نحكي عن طريقة الباستا. بدك انا رح ساوي اليوم سلطة الباستا، وبعدين رح نحكي عن اذا بتحبي شو نوع الباستا اللي بدك اياها. يعني بدك اياها بالجبن ولا بالصلصة؟ لا بالجبن. بالجبن. اوكي ان شاء الله. شكرا. شكرا لاتصالك. اذا مشاهدينا انا ضفت الملح والفلفل الاسود والبهارات المشكلة، رح اضيف عليها شوي من الزيت. ما بدي كتير كتر زيت لانه هي اساسا اللحمة شوي دهينة. احركهم بشكل جيد. رح اضيف معجون الطماطم على الكوسة واللحمة. هيك كافية. راح اخليها بالفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. رح نتركها لمدة نص ساعة على بين ما تستوي الكوسة واللحمة. الفرن عندي انا مشاهدينا مجهزه من قبل، الفرن عندي حامي. راح اخليها بالفرن لحد ما تستوي، نرجع نطلعها ونقدمها مع الطبق. بيبقى عندنا مشاهدينا طبقنا الثاني اللي هو الطبق الجانبي، معكرونة الباستا. الباستا قبل ما نروح على معكرونة الباستا، خلينا نروح لنصيحة اليوم. مو جاهزة النصيحة؟ طيب إذا جاهزة النصيحة، إذا خلينا نروح لنصيحة اليوم ونرجع لكم، لا تروحوا لبعيد. إذا رجعنا لكم مشاهدينا بعد نصيحة اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها. عنا اتصال الأخ بشير من ديالى. أخي بشير، رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. ينعاد عليك الصحة والسلامة، كيفك يا بشير؟ الحمد لله، أنت شلون؟ والله الحمد لله، أنا بخير طالما أنتوا بخير. الله يسلمك يا أمي. شلون أهل ديالى؟ والله بخير، إذا أنتوا بخير. الله يخليك، أنتوا إن شاء الله تبقوا بخير على طول، سلامي إلك ولكل أهل ديالى بشكل عام. الله يسلمك. الله يسلمك. ولعائلتك بشكل خاص. الله يسلمك. حبيبي تفضل اخي بشير. بس البرياني بديت ياهد. برياني الدجاج؟ ايه
إيه؟ حاضر. الله حبيبي تأمرني أمر أخي بشير. شكرا لاتصالك. شكرا حبيبي شكرا. إذا مشاهدينا رح نحكي عن طريقة عمل أول شيء قبل ما نحكي ببريان الدجاج، رح نحكي عن طريقة عمل البسبوسة. البسبوسة هي في منها نوعين، ذكرت مبارح أو قلت مبارح بالحلقة الماضية. البسبوسة في منها نوعين، نوع السميد ونوع جوز الهند. نحن البسبوسة عنا بسوريا من إلا الهريسة النبكية اللي هي فقط سميد وسكر وفستق وسمنة وقطر أو الشيرة يعني. البسبوسة بتختلف، البسبوسة لازم يكون في معها جوز الهند. هلأ مكوناتها مختلفة عن موضوع الهريسة أو السمبوسة بالفستق بشكل تام. لح أحكي عن طريقة البسبوسة. بدنا أول شيء كاسين من الطحين، بدنا 4 حبات من البيض، كاسة وربع من جوز الهند المبشور، عندنا أيضا ملعقة ونص من البيكنج باودر، عندنا كاسة من المي، عندنا 5 ملاعق من الشيرة وملعقتين ونص من حليب الباودر. رح أخلط أول شيء المواد السائلة، بعدين المواد الجافة. المواد الجافة اللي بقصد فيها هي الطحين، السكر، أيضا جوز الهند، الفانيليا ما رح أضيفها مع هي المكونات، رح أضيف رشة ملح أيضا مع المكونات الجافة. البيكنج باودر رح أضيفه مع المي وأتركه لحد ما يتفاعل. بعدين رح أخلط البيض بسرعة عالية، رح أنزل المواد الجافة على البيض اللي خلطته وأخلطه بشكل تقليب. بعدين رح أضيف له المي وحركه بسرعة عالية، وبعدين رح أخذ صينية الفرن، رح أحط بالصينية ادهنها بسفلة أو راشي أو زيت. أنا أفضل الراشي، يعني الطحينة بتعطينا نكهة كتير كتير طيبة، جربوها. أو الزيت، ندهن القالب بالزيت ومنرش له رشة دقيق أو طحين لحتى ما تلزق، ومنحطها ومنتركها لمدة ربع ساعة للساعة لحتى ترتاح، ما منخبزها فورا، ما مندخلها على الفرن. درجة حرارة الفرن مشاهدينا لازم تكون تقريبا 180 درجة مئوية أول 20 دقيقة ما بفتح الفرن نهائيا، ولا بقدر افتح الفرن حتى ما تهبط. تمام، هاي هي طريقة عمل البسبوسة. أيضا في عنا اتصال. مخرجنا اتصال من الفلوجة. ألو ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حجية رمضان كريم علينا وعليكم. جمعتك مباركة إن شاء الله. الله يسلمك. كيف أخبارك؟ الله يخليك، أنا بخير طالما أنتم بخير. بس تعرفيني باسمك؟ بسأل على كبت الدجاج بالخضر، شلون؟ شو هو؟ الدجاج بالخضر. ردي ارجعي عيدي لي سؤالك. كبت الدجاج بالخضر. تبسي الدجاج بالخضار، تمام. نعم. تأمريني أمر. والله يمرعن، أريد هسة كبت الدجاج بالخضر. هسة بعطيكي هسة، تكرم عيونك. نعم. الله يسلمك. انت ومين عم تتابعينا حجية؟ الو الو الو، انت ومين عم تتابعينا حجية؟ انا والعائلة. سلامي لك يا حجية ولكل العائلة ولأفراد عائلتك الكريمة ان شاء الله. الله يعطيك الصحة. الله يسلمك. الله يعطيك الصحة والعافية. انا والعائلة على راسي انت والعائلة. شكرا لاتصالك. رح نحكي بشكل فورا قبل ما نحكي ببرياني الدجاج، رح نحكي عن طريقة عمل تبسي الدجاج والخضار. تبسي الدجاج والخضار، أول شيء أنت الخضار عم تقولي خضار، أنت كلمة عم تقولي خضار يعني خضار، كل شيء خضار بتتاكل أنت بتقدر تحطيها بتبسي الدجاج. تمام، أول شيء أنا لهذا الطبق بختار الباذنجان، البطاطا، البصل، الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر. الفلفل الأحمر كتير بيعطيني نكهة طيبة، وبدي أيضا حزمة كرافس، وبدي شوية بهارات هلأ أحكي عنهم. الدجاج بالبداية أنا بدي أول شيء أفور عليه لحتى تروح زنخته، بعدين رح أصف الدجاج بالأسفل وحط بالأسفل الدجاج، ما رح أحط الخضار من الأسفل، لا راح احط الدجاج من الاسفل، صفه بالتبسي او بالصينيه، وبعدين راح احط قطعه باذنجان وقطعه بطاطا وقطعه فلفل وقطعه بصل وقطعه فلفل احمر، يعني كل وحده بوحدتها حزمه راح اصفهم على الداير بشكل طولاني، وراح اترك من تحت الدجاج. ليش انا عم اقول لك بدي اترك من تحت الدجاج؟ لحتى يتشرب الصلصه لتبسي الدجاج. بدنا معجون طماطم، وبدنا ايضا
ماء، ملح، فلفل أسود وملعقتين من دبس الرمان. هذا كتير مهم، دبس الرمان كتير مهم مع دبس الدجاج. مع هاي المكونات رح أفرم حزمة كرفس مع معجون الطماطم وأخلطها، ورح أحط المكونات كلها على الباذنجان وعلى البطاطا والطماطم والبصل والفلفل والدجاج أيضا، لحد ما ينغمروا تقريبا. ما بدنا نعبي الصينية كتير لأنه بالفرن هي لحد تفور لحطوف، لأنه الدجاج بده يدب مي، الطماطم بده يدب مي، البطاطا الباذنجان كله بده ينزل منه مي، العصارة المائية رح تنزل. بس صبينا بدنا نخليهم مغمورين شوي صغيرة، بدنا نسلفنهم أول مرة بالسلوفان بالقصدير، ورح ندخلهم على الفرن لمدة تقريبا ساعة وربع، بدنا إياهم مسكرين لحد ما يبلش يستوي. بعد ساعة وربع منطلعهم منكشف عنهم الغطاء ونرجع منحطهم بالفرن لمدة 10 دقائق حتى يتحمر الوش، وصحتين وعافية. هي كانت تبسي الدجاج. إذن مشاهدينا، قبل ما نحكي عن طبق الباستا خلينا نتفقد طبقنا لليوم. ريحته جدا بتشهي، كتير ريحته حلوة. مقادير الطبق الجانبي رح تكون قدامكم هلأ على الشاشة. طبعا السلطة مشاهدينا انتو بكيفكم، سلطة الباستا بتتقبل كل الخضروات. انا في عندي معكرونة 1 كيس، عندي حزمة من الكرافس، عندي حبة طماطم، حبة فلفل اخضر، حبة بصل مفروم، نص حبة بصل مفروم، نص كوب كاتشب حار، نص ملعقة ملح، نص ملعقة فلفل اسود، نص ملعقة كزبرة مجففة مطحونة، ونص كوب ذرة حلوة. هاي هي مكونات سلطة الباستا. انا ضفت عليها كذا شغلة تانيات، شوفوها انتو اذا بتحبوها او لا، ولكن هي مقادير الباستا. رح احكي اول شيء عن طريقة عمل الباستا لحتى ما تلزق معنا. انا رح احكي عن طريقة عمل الباستا مثل ما عم تشوفوا قدامكم على الشاشة مشاهدينا. كل حبة بحبتها ما ملزقة، مستوية بشكل جيد. اول شيء انا بحط المي على النار لحتى تغلي، تبدأ بمرحلة الغليان، يعني درجة حرارة المي لازم تكون تقريبا 80 درجة مئوية. رح احط ملعقتين من الزيت، وبعدين بنزل عليها المعكرونة. بس نزلت المعكرونة رح اتركها لحد ما تغلي تقريبا 10 دقائق او ربع ساعة، لحد ما تغلي رح اقيمها. صفي المعكرونة على مصفاية وحطها تحت المي الباردة لمدة 2 أو 3 دقائق لحتى تبرد. بس تبرد بخليها بالمصفاية لتصفي ميتها. برد بالطاوة اللي سلقت فيها المعكرونة، لحط ملعقة من الزبدة خليها تحمى، وحط المعكرونة عليها وقلبها أو نسفها بالزبدة ورش عليها شوية ملح. بتطلع عندي المعكرونة بهذا الشكل مثل ما عم تشوفوا، كل حبة بحبتها، لا أنا مكسرة لا أنا معجنة، وحسب نوع المعكرونة اللي أنتوا عم تستخدموه. أيضا أنا ضفت على المكونات، ضفت شوي كوب من الفاصوليا البيضة، او فينا نستخدم الفاصوليا الحمراء كمان بتعطينا نكهة كتير طيبة. ضفت ايضا الكبيس او الطرشي المخلل، الخيار المخلل المقطع بهذا الشكل. هذا الخيار قطعته انا مكعبات صغيرة. في عندي ايضا ضفت، انا ضايف فلفل اخضر، ولكن ضفت ايضا الفلفل الاحمر والفلفل الملون، بيعطيني شكل جدا رائع. وبدي اضيف حبات البندورة، وفي عندي هون انا الكاتشب الحار، رح اضيف عليهم ايضا بالاخير شوية دبس رمان وشوي من عصير الليمون. هي انا اضافيات، يعني فينا كمان نضيف معها الملفوف الاحمر، فينا نضيف معها الجزر المبشور، بتطلع اكلة كتير طيبة. هلأ بدنا نشوفها قدامنا على الشاشة ان شاء الله، كتير لحتنا الاعجابكم. هي مشاهدينا طبق لذيذ وطبق جانبي كتير طيب. اول شيء خليني اجيب كاسه لحتى افرم البصله. البصل مشاهدينا اختياري، يعني هي الوصفه بتزبط بدون بصل، نحن بالمطاعم بنسويها بدون بصل لانه احيانا بتبقى عنا يوم كامل حتى ما تطلع ريحتها ريحه بصل. حقطع البصل بشكل ناعم، انا فقط للنكهه رح اخذ شوي من البصل، فقط للنكهه لا اكثر ولا اقل.
حفرمهم بهذا الشكل بشكل ناعم جدا. انا برد برجع بنوه بقلكم انه البصل مو كتير ضروري، تمام مشاهدينا؟ هاي بالنسبة لسلطة الباستا. رح نحكي كمان للأخت اللي طلبت منها طريقة عمل الباستا بالجبن. عنا رقية من الموصل. رقية رمضان كريم. رقية. نعم رقية رمضان كريم. علينا وعليكم. ينعاد عليك بالصحة والسلامة وجمعة مباركة إن شاء الله. علينا وعليكم إن شاء الله. الله يسلمك. تفضلي ست رقية. تفضلي ست رقية عم اسمعك. ممكن الكيكة الباردة؟ الكيكة الباردة كيكة البرتقال؟ الكيكة الباردة بالمهلبية. الكيكة الباردة بالمهلبية، تمام. تكرم عينك ست رقية. شكرا لاتصالك ست رقية. المبارحة في الأخت اللي طلبت مني الحلاوة الشوكولاتية. أنا بعتذر كتير هلأ تذكرتها والله. اللي طلبت مني الحلاوة الشوكولاتية كانت رايحة عن بالي جدا، يعني نهائيا ما كنت، كانت خارج الحسابات. بالنسبة للحلاوة الشوكولاتية مشاهدينا بنحتاج كاسة من الحليب، كاسة حليب بودر مو حليب سائل. بدنا أيضا كاسة من السكر. بدنا كاسة من الزيت، زيت دوار الشمس. لازم يكون كل المقادير نفس القياس. لحضيف الزيت أول شيء على الطاوة على نار متوسطة، ما بدي تكون النار عالية كتير. بعدين لحضيف الحليب ورحضيف السكر وأبدأ أحركهم، حرك فيهم حرك فيهم، بياخدوا تقريبا معي شي نص ساعة على الغاز تحريك. بس بدي حاول إنه ما ينحرقوا. بعدين رح أشوفهم إنه صاروا مثل لون الكراميل، رح يطلع هنا معنا كراميل بالنهاية، تمام. بدي على بطنجرة تانية بدي حط كاسين من المي وثلاث كاسات من السكر. ابدأ حركهم لحد ما يغلوا، بس يغلوا بدي احط لهم شوية هيل وبدي اعصر لهم عصرة ليمون. بعدين رح اشيل من هاي الشيرة اللي انا حضرتها وحطها فوق الكراميل واخلطها وصبها بصحون وزينها بالجوز او بالمكسرات او بالفستق الحلبي وتتقدم باردة. هاي هي كيكة الشوكولاتية. انا بعتذر كتير من الاخت اللي امبارح طلبتها، بس والله كان رايح عن بالي. ما بعرف في حدا طلب مني كمان شيء وانا كنت ناسي اني اقوله. اذا مشاهدينا عندنا الاخ احمد من الموصل. احمد رمضان كريم وجمعه مباركه. الله اكرم علينا وعليك يا رب. شلونك؟ كيف؟ الله يسلمك. انا بخير طالما انت بخير يا احمد. انت كيفك؟ تسلم. الله يبارك فيك يا خمال ديرك. عايشتك العايش طبخاتك حلوه حبيبي. انت العايش. ممكن طلب شيء؟ تفضل. اكله البريان، يعني المقادير مالها. برياني الدجاج؟ نعم. حاضر، هلا رح احكي عنه. ممنون منك ممنون. حبيبي انا الممنون منك. شكرا. انت ومين عم تتابعنا يا احمد؟ نعم. انت ومين بتتابع البرنامج؟ والله بس الواحد يتعذب. البرياني يعني الاكل المفضل، بس احنا خلينا نقول شويه معزولين عن ال، يعني انت قاعد لوحدك يا احمد؟ نعم. طيب تفضل لعندي انا بستضيفك. شو رايك استضيفك شي يوم عندي؟ تسلم. حبيبي احمد، تحياتي لك. شكرا لاتصالك يا غالي. حبيبي شكرا لاتصالك. اذا هلا رح نحكي عن مكونات البرياني اخر شيء. خليني احضر طبق السلطه واخلص منه. انا بس يكون في شغل ببقى مشوش ما بعرف احكي شيء. خلينا نطمن على الاكله بالفرن. بلشت تغلي والله بتموت. انا ما بعرف اذا بكمل ولا لا. على اتفاقنا استاذ مروان. حاضر 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 حاضر. عم يوصيني عم يقول لي ما بيطلع من الفرن اللي بيطلع الطبق بتقدمه وبتشيل حالك وبتروح ما بتاخذ شيء معك. تمام بقي لك تكرم عيونك. اذا مشاهدينا حطيت البصل، رح اضيف شوي من الباستا. رح اضيف الباستا اللي انا سلقتها. رح اضيف الفلفل الملون الاصفر والاحمر والاخضر والبرتقالي. راح اضيف ايضا الكبيس الخيار المخلل. كمان على سيره الكبيس، خبرني امبارحه صديقي عمر محمد فرحان من الانبار. تحياتي لك ابو خطاب وتحياتي للست الوالده وللسيد الوالد.
وطلب مني طريقة تحضير الطرشي السوري أو الطرشي العراقي بالبيت، اللي هو هذا الخيار. هذا هو هذا المخرج، أنا خايف والله ينكسر. هذا عنا الخيار المخلل، هذا أنا مسويه. هذا الخيار المخلل أنا مسويه بالبيت. فطلب مني طريقة عمل المخلل أو الكبيس، هلأ رح أحكي عنه. كمان أبو خطاب تكرم عيونك، كمان في كثير سلام كبير لأصدقائي بلبنان، أحمد عيون ولؤي عيون وقاسم وكل آل عيون الكرام، تحياتي لكم. أيضا رح أضيف أيضا الكرافس إن شاء الله. آل عيون الكرام نلتقي فيكم بخير وسلامة، وتجون عندي هلأ هن إن شاء الله بعد رمضان جايين لعندي. صديق الطفولة أحمد أبو سليمان. رح أضيف أيضا الطماطم، حبات الطماطم اللي مقطع ناعم أنا. رح أضيف أيضا الفاصوليا، الفاصوليا رح تعطيني شكل كتير حلو، رح تعطيني نكهة كتير طيبة. فينا نستخدم الفاصوليا الحمراء. رح أضيف أيضا الذرة الحلوة، الذرة الحلوة أكيد مكون أساسي بالباستا. رح أضيف أيضا الكاتشب الحار، تفضل. طبعا لا، رح أضيف شيء من الملح. والله يا صديقي مروان أنا أفضل أنك تبقى على الإخراج، أنت ما تتدخل بموضوع المطبخ نهائيا. رح أضيف شوي من الفلفل الأسود، كمان بيعطيني نكهة كتير طيبة. رح أضيف شوي من عصير الليمون. رح أضيف أيضا شوي من دبس الرمان، كمان بيعطيني نكهة طيبة مع طبق الباستا. رح أحرك المكونات كلها لحد ما تمتزج. بدنا نضيف البابريكا والكزبرة المجففة، هلا رح نضيفهم. والله يا جماعة ريحتها بتشهي. أنا عنا اتصال من النجف الأشرف. رمضان كريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم أخي العزيز. هلا عليكم. تفضل عزيزي. أنا أتدخل عجينة البيتزا. مقادير عجينة البيتزا حاضر وتدلل. حبيبي شكرا لاتصالك. إذا مشاهدينا مثل ما عم تشوفوا الباستا صارت عندي جاهزة، سلطة الباستا. أنا قلت لك أستاذ مروان قبل الحلقة، قلت لك رح تعجبك. حاضر. رح اخذ كاسة التقديم، اقدم فيها سلطة الباستا. عنا اتصال الأخ أبو عبد الرحمن من الأنبار. أبو عبد الرحمن رمضان كريم وجمعة مباركة. علينا وعليكم السلام العزيز. سلام شلون صحتك مبارك؟ والله الحمد لله أنا بخير. إذا أنتم بخير يا أبو عبد الرحمن، كيفك أنت إن شاء الله بخير؟ علينا وعليكم بخير إن شاء الله. حبيبي أبو عبد الرحمن تفضل. أبو عبد الرحمن ألو. الحمد لله. تفضل أبو عبد الرحمن عم اسمعك أنا. استاذ ياسر اليوم خبرتك على مود الكبه البرغل. كبه البرغل هلا فورا، خليك معي على السماله احكي عن كبه البرغل فورا. شكرا لك ابو عبد الرحمن. بدي اعتذر منك، انا قلت لكم انه في كثير اجاني طلبات والله وحقكم علي. اخي العزيز كبه البرغل كل كيلو برغل ناعم
هلا نحن عنا بسوريا في عنا البرغل الناعم الأصفر وفي عنا البرغل الأحمر. البرغل الأحمر ما متوفر هون على ما أعتقد بالعراق. البرغل الأصفر كل كيلو برغل بدي له نص كيلو لحمة هبرة ما فيها دهن نهائيا، خالي من الدهن. كل كيلو برغل نص كيلو لحمة هبرة. بدي أضيف على البرغل قبل الفرم الملح، الفلفل الأسود، الكمون الخشن، بدي أضيف عليه أيضا الريحان أو الحبق. ما بعرف إذا الريحان بتعرف شو عم بقصد أنا بالريحان، مثل النعناع. البطنج، أيوة عم يقول المخرج البطنج، البطنج الريحان أو الحبق نحن بنقله. بدي أضيف كم ورقة كمان، بدي أضيف تقريبا ملعقة صغيرة أو ملعقة من قشر البرتقال مع التتبيلة. رح أفرمهم على الماكينة أول وجه، طبعا بدي أضيف بصل، بدي أضيف حباية بصل كاملة. رح أفرمهم أول وجه وتاني وجه، وجهين بدي أفرم عجينة الكبة على الماكينة. بعدين بس تاني وجه انتهيت منه رح أبخه بشوية مي وأتركه يرتاح لمدة نص ساعة. بعدين رح أبدأ شكل الكبة، وإن شاء الله رح يكون في عنا حلقة عن الكبة، كبة البرغول. أنا تقريبا صرت جاهز، بس خليني أحكي شوف قديش معنا وقت. أنا لسه تقريبا 10 دقائق رح نحكي عن برياني الدجاج. برياني الدجاج أنا مبارح ذكرت أول شيء بدنا دجاجة 1300 1600 1700. هذا الموضوع بيرجع لكم، بس أنا أفضل أن يكون وزن الدجاجة قليل لحتى تستوي من جوا. الدجاجة كل ما كبرت كل ما قسي لحمة، يعني اللحم تبعيت الدجاج بيصير قاسي. فأول شيء أنا بدي حباية بصل، في عندي كاسة من في عندي كاسة أيضا من الزيت، حبة البصل رح أقطعها جوانح لحطها بالطاوة وحط البصل بعد ما يحمى الزيت اللي رح أحط الدجاج فوق البصل. تمام، رح أضيف عليهم عود دارسين قرفة، رح أضيف عليهم كبش القرنفل، رح أضيف عليهم الهيل الحب، رح أضيف عليهم لومي البصرة، رح أضيف الكاري والملح والكركم، ورح أضيف أيضا شوي من الزنجبيل الفريش أو الزنجبيل المطحون، ورح أضيف سنين من الثوم. هدول هن المكونات لبرياني الدجاج. لازم مثل ما ذكرت أنا مشاهدينا، بعدين صب المي واترك الدجاج لحتى يستوي. بس يستوي الدجاج بعد ما قليناه أول مرة وضفنا له البهارات، بس يستوي رح أشيل الدجاج على صفحة، والمي اللي طبخت فيه الدجاج والبصل رح أحط الرز وأتركه لحتى يعني يستوي بشكل جيد. بعدين رح أرفع الرز، بينما يستوي الرز مشاهدينا رح أدهن الدجاج بالكركم ودخله على الفرن لمدة 10 دقائق، لأنه الدجاج مستوي. بس رح نحمر الوجه، بنكون سكبنا الرز بالصدر أو بالطبق أو بالصحن، ومنصف عليه الدجاج من فوق، ومنضف له البقدونس المفروم مع المكسرات مع الزبيب. هذا الموضوع بيرجع لكم. هذا طريقة البرياني الأصلي، هي طريقة البرياني. البرياني أنا شفته هون بالعراق، بهارات والدجاج بيساووه لحاله والرز لحاله، وبعدين بضيفوا عليه القرفة والفلفل، وبيخلوا معه البازيلا والشعيرية والجزر والبطاطا. هذا كمان نقدر نحط عليه البازيلا والجزر، الجزر والبطاطا والشعيرية والكشمش كمان. بس طريقة العمل الصحيحة لبرياني الدجاج هي الطريقة اللي ذكرتها أنا. لسه في برياني الخضار إن شاء الله بالحلقات القادمة رح نحكي عنه. خليني أخذ صحن التقديم وأبدأ حضر. عنا اتصال، مين معنا؟ نور من صلاح الدين. رمضان كريم يا نور. ممكن عامل الداتلي؟ عامل طريقة الداتلي؟ نعم. حاضر حاضر يا نور، شكرا لاتصالك يا نور. رمضان كريم ونعاد عليك بالصحة والسلامة. إذا مشاهدينا طريقة عمل الداتلي بشكل سريع، لأنه رح تكون معنا بحلقة، انطروها حلقة رح تكون كتير مفيدة ورائعة لكم، رح يكون إن شاء الله يوم مخصص للحلويات. الداتلي رح أحتاج كاسة من المي، ملعقتين من الزبدة لحطهم على الغاز، المي بس تغلي لحط الزبدة خليها تدوب، رح أضيف كاسين من الطحين وأبدأ حركهم لحد ما تتشكل عندي عجينة. بدي طلعهم من الجدر خليهم ليبردوا، بعدين بدي حطهم بالعجانة. بدي 3 حبات بيض، أبدأ أضيفهم بالتدريج وأعجنهم. بعد ما ينعجنوا عندي بشكل جيد بدي أضيف عليهم شوي من السكر، بدي أضيف عليهم شوي معلقة أو نص من القطر مشان يعطوني النكهة المضبوطة، بدي أضيف عليهم شوي من الخميرة أيضا، وبعدين بدي صبهم
بهذا الكيس اللي نحن بنستخدمه كيس الباتسري بدي شكلهم على زيت بارد. انا بدي نوه لموضوع الداتلي. في امبارح اخت خبرتني هي نفسها اللي اشتغلت الزلابيا عم تشتكي من موضوع الداتلي والزلابيا عم يطلعوا عندها طرايا. الداتلي عفوا الزلابيا حللنا مشكلتها، بس بالنسبه للداتلي الزيت لازم يكون بارد بشكل كلي، تمام؟ الزيت لازم يكون يعني بس انه اقدر الى اصبعي فيه، ما لازم يكون حامي. بس قطع الداتلي فيه، اتركه 5 دقائق 10 دقائق لحتبلش تستوي حبات الداتلي. ان شاء الله بالايام رح يكون معنا حلقه عن هذا الموضوع. خليني اول شيء حمي الرز اللي انا محضره من قبل، الطبق صار عندي جاهز، ما اكل معنا وقت مشاهدينا. شكله جدا حلو، احترقت ايدي على فكره. كثير شكله جميل، هلا رح تشوفوه بطبق التقديم بس يخلص الرز ان شاء الله. هاي الرز عندي صار جاهز، رح اطفي الفرن. خلي الرز بهذا الشكل بالوسط، حرش عليه رشة من الفلفل الأسود للرز. الفلفل الأسود أستاذ مروان معزز نكهة، بيعطيني نكهة كثير طيبة. رح أخذ الملقط، أخذ حبات شجر اللي عملناها بهذا الشكل اللي هنضيفها. إذا حبيتوا تضيفوا عليها أنتوا شوي من البقدونس المفروم أو الكزبرة المفرومة كتير بيلبق لها، نزينها بعرق أخضر. بس أنا ماري عامل حسابها بصراحة إني زينها بعرق أخضر، تاركها على طبيعتها. جربوها هي الأكلة مشاهدينا كثير طيبة. هذا الطبق كله لك أستاذ مروان. بهذا الشكل رح أخذ معلقة بشكل سريع، نضيف عليهم شوي من صوص البندورة. هيك بيكون طبقنا صار جاهز إن الله راد. بس أول شيء قبل ما نختم مشان نطلع بشكل نظيف قدامكم، طبق السلطة وطبق كفتة الكوسة أيضا صاروا جاهزين قدامكم على الشاشة. هذا كان طبقنا لليوم، هذا كان طبقنا لليوم. لا تنسوا تجربوا هذا الطبق، ولا تنسوني ايضا انا من دعواتكم بكبر فيكم وبمحبتكم اكيد. شكرا لكل شخص عم يتابعني، شكرا لكم مشاهدينا. وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج زاد وملح، كل التحية لكم. انا الشيف ياسر، وعلى الاخراج مروان غالب، ومن خلف الكاميرا علي غالب ابو حسين، وعلى الصوت الغالي يوسف سفيان الناصري. كل الحب لكم، بتمنى تبقوا بخير حتى لاقيكم بكرة. لا تنسوا تنطروني. شكرا لكم وإلى اللقاء.